السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. اذا باقيين مكملين في السيري ديال الزيكسيرسي ديال الالغوريثم اللي وعدناكم بها، غادي نطرق الحوايج اللي عارفين عندكم فيهم مشاكل، لي طابلو والفونكسيون والبروسيدور. لاحظوا معايا هذا التمرين فيما يخص لي طابلو. اكريغ ان بروغرام كي دوموند على سيليزاتور دو سيزير 30 انتي كونستانت دون ان طابلو طاب. دابا اش قال ليا؟ دابا قال ليا اكتبي واحد الالغوريثم اللي كتعطي ليتيليزاتور واحد الاحقيه باش يسيزي 30 عدد اونتي اللي تستوكا في واحد الطابلو اللي سماه هو طاب. قال لي اون سويت اون غودوموند على ليتيليزاتور دو سيزير ان اونتي ان. من بعد قال لي ليتيليزاتور نفسه غادي يدخل لي واحد العدد اللي هو ان. الالغوريثم اون سويت فا كالكولي لو نومبر دو كيرونس دو ان دون تي، يعني طابلو دون طاب. الوغ قال لي الالغوريثم خاصه من بعد تكالكولي، بمعنى تحسب لي هذا العدد اللي هو دخلو اللي هو ان شحال من مره وكرر في الطابلو. بحيث مثلا حنا كتبنا واحد 30 عدد اونتي في الطابلو ستوكيناه، وغندخل عدد اخر يعطيني الاحقيه ندخل. مثلا دخلت لكم العدد 6، غتشوف هذاك العدد 6 شحال من مره معاود في هذاك الطابلو، بمعنى شحال كاين من مره في هذاك 30 عدد اللي دخلنا. غنبداو على بركه الله الالغوريثم. عرفت اش ندير؟ العنوان ديال الفاريابل. الفاريابل اشنو عندنا؟ اولا عندنا واحد الطابلو صافي، هو ديكلار لينا بواحد الطابلو، قال لينا راه كاين واحد الطابلو انا وال سميتو طاب. اذا اول حاجه غنديكلاري هي الطابلو. غنجي نكتب طابلو نسميه طاب، وندير لي كروشي، وندير العدد ديال العناصر او السيز. اشنو فيه دو اشنو فيه؟ شنو هو التيب ديالك العناصر اللي ندخل اونتي صافي. الان باقي عندنا هالطابلو. الطابلو انا اصلا اللي بغيت ندير ليه الغومبليساج ونعمرو. باش نعمرو؟ طبعا نحمرو عن طريق لوكل. اذا عندنا اي اون بليس، عندنا واحد العدد ان اللي قلنا اونتي وغندخلوه، كاينه ولا مكيناش؟ غادي اشنو عندنا؟ عندنا ان فيرفيل، عندنا اي، عندنا واحد اكس نحتاجوها فيما بعد. غنديرو دو بوا ونديرو اونتي صافي. اذا اشنو عندنا؟ قلنا عندنا طابلو، كتب خطا، قلنا عندنا طابلو السيز ديالو 30 والعناصر اللي مكتوبه فيه اونتي، وقلنا عندنا ثلاثه العناصر. عندنا ان هو اللي غندخل ونشوف شحال من مره معاود، وعندي اي اللي غتكون في الوكل ضروري الغومبليساج باش نستوكي هاد العناصر، خاصني اي، وهاد اكس غنحتاجوها فيما بعد. الان غندير ديبي. اولا خاصني ندير الغومبليساج، خاصني نعمر الطابلو، نعمر الطابلو عاد نمشي نهضر. اذا اشنو غندير باش نعمر الطابلو؟ عندي مجموعه ديال المراحل. اولا باش يعمر الطابلو كنحتاجو البوكل بوغ. علاش بوغ؟ لانني عارفه عندي 30 عدد اونتي محدد ليا هو. اذا حنا قلنا لك كنا عارفين فين غنساليو صافي، كنديرو بوغ. اذا غنبدا بزيرو تنين جيسكا اي تساوي 30. لا ماشي 30، لان الا بديت من 1 حتى 30 عندي 30 عنصر، الا بديت من 0 حتى 30 عندي 31 عنصر. اذا غنسالي في 29، وبالتالي هنا عندي 30 خانه. وغادي ندير با اه. علاش با اه؟ درتها بمعنى انه تزاد عندي ب 1، يتم غادي يوكلي ب 1. درتها الفوق ما بقيتش كندير اي افيكتاسيو اي بليس 1، حيت فاش كنمشي تا المونتاج كنلقى راسي نسيتها، هادشي علاش نسبقها هنا. دابا غادي نبغي نعمر، خاصو كل مرة يخرج ليا الميساج يقول لي دخلي القيمة في الخانة الأولى، دخلي القيمة في الخانة الثانية، الخانة الثالثة، وأنا كنسيزي الخانة الأولى الثانية الثالثة. إذا غندير إكخيغ، لأن هي مسؤولة على لافيشاج. وغندير ليليمون دوكاز مثلا نيميرو، وندير دو بوان ونسد بحال هكا، وندير فيغيل. هاد ليليمون اللي غندخلو الخانة رقم 1، عمرنا ما نقولو خانة رقم 0 صافي. ولكن انت فاش غدخل، غدخل أول قيمة تحطها في الخانة رقم 1 هي لاندي 0 صافي. طابلو كنبداو بلاندي 0، ولكن الخانة كترتيب غنديرو 1 لأن هذا غير ميساج صافي. ونجي دابا باش نسيزي، غندخل بليغ وغندير طاب سمية طابلو، وغنفتح ليك خوتي وغندير إي.
دابا هذه أول قيمة دخلت، أنا دخلت في الخانة رقم واحد، يعني هنا أنتم عندنا واحد طابلو هاو صافي هاو، هذه راه لانديس زيرو صافي، لانديس زيرو لحيتاش الطابلو كيبدا بزيرو، ولكن فاش كنقول الخانة رقم راه واحد، مكيناش الخانة رقم زيرو، ولكن كلانديس زيرو صافي، ولكن الترتيب ديال الخانة هانت مثلا شحال هنا عندنا من خانة، العدد ديالهم عندنا خمسة الخانات، خمسة هنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ياك، ولكن إذا بغينا لانديس هذا زيرو واحد جوج ثلاثة ربعة، هذا هو اللي كنديرو صافي. إذا هنا غنبداو بطاب إي غيكون فيها زيرو، وغتبقى تبوكلي تتوصل 29، وغنديرو فيها بو غنسدو. إلا كنتي ما باغيش دير هاديك با إيه تحت من ليغ طاب هنايا، هنا دير إي وغدير الأف هكذا ودير إي بليس إيه صافي، غدير هاكا ممكن دير بحالك صافي، حتى لهنا عاد زيد حيد وادي صافي، أنا كنديرها لا نعود نساها صافي، غنديرو فيها بوخ. دابا أشنو هيطا؟ دابا إي غتبدا بزيرو، غندخل تخرج لي اول ميساج، ميساج لا علاقه لي بالخدمه، يعني راه ميساج فقط، تخرج لي دخل لي لي مود وكاز نيميرو واحد، باش غنطابي لي انا غنطابي لي الخانه اللي لانديز ديالها زيرو، يعني الطابلو كيبدا بزيرو. الان اشنو خاصنا نديرو؟ الان بقى خاصنا حاجه، وهي اننا ندخلو هذاك العدد اللي خاصو يدخلو لينا اليوزر اللي هو ان، اذا باش يدخلو خاص يخرج لي الميساج من بعد ما سالا هويا الغومبليساج ديال الطابلو كامل، خاصو يخرج لي هاد الميساج. اش غنديرو؟ إكخيغ ونقولو ليه مثلا سيزيغ، ولا إكخيغ لا فالور دو نومبر هو نومبر ان، ونسدو بحال هكا حنا سالين، غتخرج لي باش يدخل لينا الفالور ديال رقم ديال ان، هاد ان باش انا نسيزي غندير ليغ، نفتح الأقواس وندير ان بحال هكا صافي. الان اشنو عدنا حنايا؟ الان عمرنا الطابلو كامل ودخلنا القيمه ديال العدد ان اللي حنا بغينا نعرفوه شحال من مره كيتعاود، اذا اشنو غنديرو؟ خاصنا هذاك العدد اللي حنا دخلناه اللي هو ان ندورو على لي كاز كاملين ونشوفو شحال كاين من مره، باش انا نمشي ندور على لي كاز كاملين ونتاكد واش هاد العدد كاين ولا ما كاينش، خاصني واحد البوكل باش تدور لي على لي كاز كاين ولا ما كايناش، اذا هنجو نديرو بوغ، وهتبدا باش هتبدا بي اي هن افيكسي فيها زيرو جيسكا اي 29 صافي، وهنديرو فيغ. الان هنحط واحد الشرط باش يبدا يدور خاصو يعرف شحال من مره تعاود، هنحطو واحد الشرط هنقولو لي سي الا كان هاد العدد اللي انا دخلته اللي هو ان اش كيساوي، لاحظ غندير ايكال دو فوا ما نديرش غير مره، تحت الا درت غير بحال هكا كنافيكسي القيمه، هنا كندير لا كومباريزون وغادي نجي وغندير طاب وغادي نحط فيه اي، لاحظ معايا الان اشنو درت؟ قلت ليه دائما هاد ان قارنوا ليا مع الكونتوني اللي كاين في الطابلو في الكاز، اولا غنبداو حنا بزيرو ياك، هاد ان اللي انا دخلته غيقارن ليا الخانه اللي عندي رقم زيرو، وهيبقى يبوكلي شويه غيقارن ليا مع الكاز ديال لانديس رقم واحد، كاز لانديس رقم جوج، وهكذا حتى نشوفهم كاملين. غنديرو ألوغ وغادي نقول لي واحد القضية، غنشوف هاد إكس غنحط فيها إكس بليس أن، ولكن قبل هاد إكس خليتها خاوية لسبب ما، هو أنني بغيت نأفيكتيها ونبداها بزيرو، لاحظ معايا هاد إكس بحال تقول بغينا نعرفو واحد العدد شحال من مرة كيتعاود، جيت هاد إكس درت بتيتها بزيرو، جينا هنا ودرنا البوكل ديالنا، قلنا سي إلا كان هداك العدد إن لي دخلو اليوزر كيساوي ليا هداك الشي لي كاين في خانة، جي وهاد إكس لي هي بادية بزيرو زد واحد، بمعنى أنك في حالة إلا لقيتيهم موافقين متساويين، جي وحط هنا واحد باش هاد إكس تعرف راه معاودة مرة، غيبقى يبوكلي عاوتاني يبوكلي فاش غيلقى هاد إن متوافقة مع أي كاز في الطابلو ومساويها. هيجي عاوتاني إكس يزيدها واحد، وهكذا حتى نعرفو شحال من مرة معاودة.
صافي وغنديرو فيه سي ديالنا وغنديرو فيه بوغ. ولكن تسنى قبل ما ندير فيه سي هاد هادي غتكون هنا هنا اي باش تبقى تبوكلي ليا صافي. وهنا غنديرو فيه بوغ صافي. الان غيخرج ليا الميساج شحال من مره كتعاود. غندير تخيغ وغندير لو نومبر شحال من مره تعاود ولا نديرو لو نومبر دو كيرونس دو ونديرو دو بوا ونديرو العدد ديالنا باش هذاك العدد اللي دخل اليوزر يخرج. غنديرو بحال هكا وغنديرو اي بحال هكا واحد معايا وغنديرو اكس لان اكس هي اللي كتحسب لينا شحال من مره كيتكرر. وغنديرو ف باش الالغوريثم ديالنا تسد صافي. الان نحاول نشرح لك. اول حاجه درناها هي ديكلارينا بالطابلو وكتبنا طاب وحطينا السايز اللي غندخلو شحال من عدد حنا غندخلو. جيت هنا درت ان اللي غيدخل اليوزر بحيث نشوف هو واش معاود في هاد الطابلو شحال من مره. و اي غتكون في لي بوكل لانه ضروري الغومبليساج ديال الطابلو باش نديرو ليه البوكل. وعندنا اكس هادي هي اللي غتبقى تحسب لينا شحال من مره كيتعاود. جينا ودرنا بوغ بدات بزيرو وسالات في 29. الا بديت بواحد غتسالي فين؟ غتسالي في 30. ولكن حنا عارفين البوكل اللي عنديت كيبدا بزيرو يعني ما عنديش الحق ندير واحد. لينا درنا اكخيغ دوني لي نيمو دو نيميرو غنديرش نيميرو رقم كاز خانة رقم زيرو غنديرو اي بليس ان حتى هذا غير ميساج. ها فين كاينة الدقة؟ هنا لغلطتي درتي اي بليس ان لا تخرج على راسك لحينتاش الكاز رقم زيرو غتبقى خاوية. هادي هنا فين كاينة. جينا هنا درنا اي افيكسينا فيها اي بليس ان باش تبقى تبوكلي. درنا فيها بوغ ديالنا هنا هاد اكخيغ دخلنا فيها لو نومبغ ان اللي حنا باغين نقارنو درنا ليغ باش نسيزوه. جيت هنا وحطيت واحد اكس حطيت فيها زيرو علاش؟ لان هادي غنحتاجها من بعد. درت البوكل ديالي ودرت الا كان هاد ان اللي غيدخلو اليوزر كيساوي اي كونتون اي عدد كاين في الطابلو خاص هاد اكس يتزادها واحد صافي. تحط هنا درنا فيها سي ودرنا اي تبقى تزاد بواحد ودرنا فيها بوغ ديالنا ها هي. عاد جينا درنا اكخيغ ودرنا العدد باش يخرج لينا شحال مرة معاود اكس. الان غادي ندز هادشي وغنمشيو للجافا سكريبت. واكيد الجافا سكريبت وليس الجافا. كنخدم معكم بالجافا سكريبت راه انا ديت عليها كنقول ليها الجافا اما هي الجافا سكريبت. الجافا شي والجافا سكريبت شي. اذا نشوفو هنا اشنو خاصو يتبدل. مبدئيا هادشي كامل ديال الطابلو راه مكنديروش ليه حنا هوك. هادو غنديكلاري بيهم ونكتب غير فاغ بحال هكا صافي. وهاد اونتي امتى كتحدد كتعطيه التقييمه عاد كيتحدد شنو هو. بالنسبه للغومبليساج راه ما كنديرو ليه لا بوكل لا والو. هنايا حدنا الطابلو الا بغينا حنايا نعمرو كنجيو كنكتبو فاغ وكنسموه نمبر مثلا السميه اللي بغينا كنديرو ايكال وكنفتحو لي كروشي ديالنا وكنحطو فيه الارقام اللي بغينا صافي. انا دول الغومبليساج ديالنا حنا غاديين فيه نعاودو شي عدد جوج المرات مثلا اثنين مثلا اثنين كذا مره باش نبغو نقارنو نعرفو الان شحال دخلتو. انا من مرة طبعا ما نديرش 30 انا ما مسالياش نبقى نكتب 30. شحال من مره شحال من خانات شي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عندنا 9 العناصر. غادي نجو هنا باش ندخل ليهم العدد ان اش ندير. ندير فاغ وندير ان ونحط فيها القيمه ديال هذا النمبر اللي غندخل انا ياك صافي. دابا راه تكون تفهمتي شويه هادشي راه ديجا شرحناه. هاد الفونكسيون هي اللي كتعوض ليا اكخيغ وليغ. غنهزها بحال هكا واجده منهم ياك ونحطها ليه صافي ونحيدو من هنا هاد ليغ مابقى ليه حتى ضو. غنشيل هنا لهاد اكس غندير لها ايكال ونجي بوغ الردة فور هادي الافيكتاسيون كتولي ايكال اك كتولي بوان فيربيل. هاد الافيكتاسيون ايكال ولكن باش ما تبقاش تبوك لي اليوم مده طويله غادي ندير ليها اصغر من او يساوي يعني من زيرو حدو 29 اوقف. وغادي نديرو افيكتاسيون باش يبقى يتزاد لينا هكا نديرو لها بحال هكا. الان غادي نجي هاديك اي بليس بليس بمعنى انه يبقى يتزاد. هنا غادي ندير اف صافي وحطينا ان كتساوي لا 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 مسميتوش نمبر هاد الطابلو ما نسميش نمبر عطاولي هم سميتو طاب صافي. فوالا هادشي غيبقى هو هو. هاد الوغ كتحيد مكتبقاش هكا واحد معايا صافي. هنا غتكون ايكال
نديرو بوان فيغكيل، هاد فانسي كنسدو بحال هكا لي كخوشي ديالنا، هادي راه هي اللي درناها الفوق هنايا، هي يعني لي داعي فان بوغ تا هي راه كتسد من الكخوشي هكا صافي. و إكخيغ هي دوكيمونت ورايت، الكتابة لا تخرج لينا، ونديرو ورايت صافي. وهاد فان غنحيد، حدنا غنرجعو في التانينا، هاد هاد فيغكيل كتولي بليس، هادي هي الكونكاتيناسيون. غنمشيو الآن نشوفو، لاحظ معايا نحط ليهم العدد واحد، شوف شحال مرة معاود، قالو ليا معاود ثلاث مرات، هانشوف نتأكدو شحال معاود، معاودها واحد وهي جوج. دابا نمشيو نديرو ثلاثة، ثلاثة معاود ثلاثة مرات، ها واحد ها جوج ها ثلاثة صافي. نكتبو ليهم ثلاثة دابا، جوج يا ربي نشوفو واش يعطوني فعلا ثلاثة، هاهو قال ليا جوج معاود ثلاثة مرات. هنايا باش هداك ليسباس ميبقاش، هنا ندير دو بوان صافي. نمشيو الآن نزيدو مثلا هاد 23 ونشوفو واش معاود، كاين غير مرة صافي. شوف نزيدو مثلا هنا نديرو أي عدد، نديرو هاكا 23، نعاودو 23، نعاودو 23، نعاودو 23 باش هو يحسب لينا. ولكن تصمت، راه حنا بدينا باش حنا دايرين هنا 29، رغم أننا لاحظ هنا راه ما عندناش 29 حنايا، عندي شحال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش تلتاش، حدي اثناش غلطت خليت أنا 29 ولكن حنا راه عندنا اثناش. شو اللي غنشوفو شحال مرة 23 محاودة؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، شو نشوفو؟ فوالا. إذا هادشي اللي عندنا، نشوفو فيديو آخر بإذن الله. إذا لاحظوا معنا هاد التعليمة، هاد التعليمة تمرين جد بسيط، نحاول نشرحو لكم. دابا اش قال لك؟ إكخيغ أن بروغرام كي كالكيل لا سوم دي فالور دان طابلو. دابا قال لك شد واحد الطابلو ياك، ويكون فيه لي فالور ديالو مكتوبين، وشدهم وجمعهم، يعني شد هادي وزيد عليها هادي وزيد عليها هادي وزيد عليها هادي وزيد عليها هادي، وعطيني النهائية. من بعد غادي ندير لك تمرين هيكون هكذا، هيكون طابلو بحال هكا مثلا فيه قيم معينة، وهيكون طابلو آخر ياك. هذا التمرين الجاي هنشد هذا هنزيد عليه هذا، نحصل على طابلو آخر نحطو، نحط قيمته في اللولة هنا صافي، نحطها هنا. هنشد عاود تاني هادي نزيدها على هادي ونحطها في التاني، هذا الاكسيرسيس الجاي. نشد هادي نحطها على هادي ونحطها هنا صافي. هادشي اللي غنديرو، هادي نزيد على هادي ونحطها في هاد الخانة الاخرانية. الان خلونا نعرفو بعدا غير الا بغينا نديرو الصوم كي غنديرو ليه. هادي الطابلو نفسه عندنا هنا طابلو اونيك وحيد فقط. مبدئيا نكتبو الغوريتم. دابا هداك هداك الشي اللي غنعمرو بيه الخانة، الخانات ديال الطابلو غنجمعو على بعضياتو. اشنو غندير؟ غادي ندير الصوم، سموه الصوم صافي. الان لي فاريابل، فاريابل قضية فيها طابلو ياك، اذا ضروري باش نكتب طابلو سميه اللي بغيتي، انا نسميه غير تي. شحال عنده في السيز ديالو؟ راه مذاكرين لينا والو، حنا ما عرفنا والو. ندير لا ان لان العدد ما عرفتوش، وندير دو بوين دي فالور دي طابلو، ما قال لي لا اونتي لا والو، ندير مغير لان الا دخلوا اونتي وكتعطيه غيال ممكن مصيبية اللي كتبت اونتي ودخلت مغيال. عندنا اشنو دابا؟ هاد الطابلو غادي يحتاج واحد البوكل طبعا، وغادي يحتاج اس هي لاصوم. اذا غنديرو اي، هاد اي ضروري باش تكون اونتي، هادي راه هي اللي خاصة بالبوكل اللي كتبقى تزاد، هي الكونتور. وعندنا اس تخرج كيف ما بغات، حنا مالينا بها غرض، ان التحد ما يعرف النتيجة. الان غادي نجي لهنا وغادي ندير دوبي ونبدا الخدمة ديالي. اول حاجه غندير الغومبليساج صافي. اشنو غندير هنا؟ غادي نجي وندير واحد البوكل هي اللي غادي تعمر ليا البيانات. غندير بوغ، علاش درت بوغ؟ لانني انا عارفه هي سالي في ان، باش تكون عارفه فين هي سالي راه ان هي اللي بوغ هي اللي كتخدم. هذه غنافيكتي فيها باش نبدا بزيرو، علاش؟ لا
لأن دائما قلنا حنايا طابلو كتبته بزيرو. تلين تل ان موازا، رد البال ان موازا، احنا ان ما عارفينوش لأننا بدينا بزيرو خاصة تساليف ان موازا، وغندير فيغ. الآن غيخرج ليا واحد الميساج باش نبدا الغومبليساج ديالي، غندير إكخيغ ياك، وغادي نفتح الأقواس وغيقولو ليا مثلا دوني لو نومبغ توكاز، ماشي مهم تكتب لي بغيتي، ودير دو بوان وسد لي زابوستخوف، دير فيغكيل ودير إي بليس أن، لأنه لا يعقل هاد ديال الخانة رقم زيرو، هو لانديس رقم زيرو، ولكن الخانة كندير نبداو بواحد. غندير ليغ، غنفتح الأقواس ديالي وغندير تي، وغنفتح لي كخوشي وغندير إي. وشنو غندير؟ بلاتي غندير إي ونأفيكتي فيها إي بليس أن باش تبقى تزاد عندي بواحد، صافي. وغنجي وغندير فان بوغ بلاتي، نشرح لك واش درت. لي درت هو أنني جيت ديكلاري الطابلو ديالي، الطابلو ديالي أنا معرفتش شحال ندخل ليه، كنت ندخل أن ونهني راسي، معرفتهمش واش أونتي، كنت ندير غيال ونهني راسي. دائما تشوف الحاجة اللي تقبل لك جميع الاحتمالات. جيت درت إي لي خاصة بالوكل أونتي ضروري، و إس معرفتوش كيخرج درتو غيال، صافي. لأن أصلا الطابلو مجموع هنا، درت الطابلو هنا العناصر غتكون غيال، يعني لا صوم يقدر يخرج غيال. جينا درنا واحد البوكل بوغ لا غومبليساج، بدات بزيرو فينا تسالي تسالي في ان موازا، وعلاش درنا هنا زيرو؟ لحيتش الطابلو دائما لانديس كيبدا بزيرو. درت فيغ، درت إكخيغ دوني لو نومبغ دو كاز نيميرو، و درت هنا إي بليس أن. ما نديرش عطيني أشنو غتكتب في الكاز رقم زيرو، مكاينش كاز رقم زيرو، ولكن كاين لانديس رقم زيرو. جي هنا درنا ليغ تي إي، ودرنا هاد إي تبقات بوكلة لينا بواحد، صافي. الآن سالينا، الآن بغينا الخدمة ديالنا، أشنو غنديرو؟ غندير إس تتبدا بزيرو، دائما لصوم كنديروه يبدا بزيرو، يبدا بزيرو عاد نبداو نجمعو في الخانات، غنديرو بوغ عاد نجمعو الأعداد اللي كاينة في الخانات، نفس هاد الكتبة راه ما فيها تا تغيير، لا من عند بروسنا نهزو نحطوها. هادي هي اللي غادي نبداو نجمعو بيها الأعداد، وغنجو واش غنديرو؟ غادي نديرو إس، لاحظ إس عشان نأفيكتي فيها. هنأفيكتي فيها اس اللي هي بادية بزيرو، وهنبدا بيها بالخانة الأولى، اش غندير؟ غندير تي وغادي ندير اي، طابلو غادي ندير الكروشي وندير اي، يعني هنبداو بزيرو هنا، تي اي تي اي يعني تي زيرو، غنجي هنا اس غنبداوها بزيرو، وهادي غتبدا اشنو مكتوب في الخانة رقم زيرو، وغيتحط هنا، وهنبوكلي بواحد، غنجي هنا تولي تي واحد. وغيتزاد على هاد اس لي كان عندنا، وغيتحط هنايا، وغنبقاو نبوكليو بنفس الطريقة. أنا غادي نشرح ليكم قضية صغيرة، غندير إي كتزاد بواحد ضروري هنايا، لاحظ معايا الآن، قلنا إي غتبدا بزيرو، وقلنا هاد تاليف إن موازا، دابا شنو غيطرا؟ هاد اس غتبدا بزيرو، وهاد داكشي لي كاين في الخانة رقم زيرو غيتحط هنا، وغيتحط في اس جديدة، غنبوكلي، أشنو غتولي؟ غتولي اس هذاك الشيء اللي كان محطوط هنا راه يولي هنا، دابا راه في شبوكلات ولات قديمه، وغنحطو فيها تي ا هنا، وغيتحط هنا، وغتبوكلي هاد الشيء اللي كان هنا غيرجع هنا، وتولي تي دو، وغادي تحط فيها اس، وغيبوكلي وهكذا تا غنسالي. غادي نجي الان ندير فان بوغ، الان هاد الشيء بغيتو يتافيشي ليا باش يتافيشي ليا النتيجه، غندير اكخير ونفتح الاقواس وغندير لا صوم اي، صافي. ونسد لي زابوستخوف ديالي وندير فاغيل وندير اس ديالنا، لاحظ درتها ماجيسكيل تهنا كتبها ماجيسكيل، وندير بوان فاغيل وندير ف، فوالا هذا هو الكود ديالنا. غنهزو غادي نطير بيه في الجافا سكريبت ونشوف واش يعطيني، غادي نجي نحطو هنايا. كيف قلنا لكم هاد الطابلو راه ما كنديروش ليه بحال هكا، هاد اي و اس كنكتبوهم بواحد الطريقه بسيطه، كنكتبو فاغ، غندير اي، غندير فيغيل، غندير اس، وندير بوان فيغيل. هاد ديبي راه مكيناش، هاد الغومبليساج راه مكنكتبوش حنا هادشي نهائيا، راه غير كنجو، لاحظ معايا هنا، هاد الغومبليساج كامل اللي كتبتو هنا، غنجي نكتب فاغ، طابلو سميناه تي، وغندير ايكال، وغنحط فيه مجموع الأعداد اللي أنا باغي، 12 حلقة وغادي القضية، صافي.
تكتب تا قد ما بغيتي. هذا هو العدد ان اللي احنا ما عارفينوش، هذا هو ان. هو هنا تا كيتحط عاد كتعرفو. غنجي لهاد اس غندير فيها ايكال وغندير بوان في اوكي. هنا هادي غتولي فور، واحد معايا، وهاد الافيكتاسيون غتولي ايكال، وهاد ا غتولي بوان في اوكي، وهنا غتولي ايكال. ولكن هاد ان حنا راه ولات عندنا معلومة، هي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. هنا عندنا ستة، هنا عندنا ستة، وغندير بوان فيغيل وغندير اي بليس بليس. هاد اي بليس بليس هي هادي اللي كتأفيك، هي هادي، هي هادي، شتيها؟ صافي غير غنفتحها دابا وغنحل لي كخوشي ديالي هنا صافي، وغنسدهم هنا في هاد فان بوغ، هي ستة ديالهم. هادي غتولي ايكال بحال هكا فوالا، وحنا سالينا. هاد دوكيمنت والرايت غتولي هنا، هاد اكخي غتولي دوكيمنت والرايت، وهاد فيغيل غتولي بليز. صافي وتفاه ما كايناش. غنمشيو دابا نشوفو واش هاد الصون فعلا هيتجمع بلاتي شي. هادشي علاش انا كندير هاديك اصغر من او يساوي، على قول هاديك تبقى طول ليا هنا كتمرضني. منديرش ايكال هكذا، ندير اصغر من او يساوي مكيبقاش يوكل ليا مدة طويلة. نرجع لي من هنا دابا، هاهو هنا تحل، وهنا باقي كيدور لاصوم اي نان معرفوش علاش. خليني نشوف، شوفو ندخلوها بالداخل شوفو واش يطرا. هنا التم غادي يحسب لينا، شتيها هو يحسب لينا في الاخر. هذا التم غادي يحسب لينا دقة دقة. انت اللي جيتي هنا ودرتي بليز هكا ودرتي بي ايغ، هادي باش تردنا ستار. شوف كاش يطرا، غيحسب 12 مع 34 غتعطيه 46، عاد غيمشي عاوتاني 12 مع 34 مع 23 غتعطيه 69، وهكذا. شوف دابا هاهي 46 69، غادي دقة دقة. صافي حنا بغينا اون جينيرال، اشنو غنديرو؟ بغينا النتيجة النهائية حنايا، لأنه مهم تحسب عندنا في الأول ما عندنا شي مشكل كبير. ممكن هنا تكون خاصنا غير خمسة، لا راه خمسة ماشي ستة، هنا فين طرا المشكل؟ شتي زدنا واحد علاش؟ لأنه أصلا هو كيكون طول ديال هذا أنا موازاة طول، شحال عندنا؟ واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة، موازاة هي خمسة. صافي عطاني العدد، شتو هاهو. إلا زدنا دابا 704 واحد، ندير فيوكيل ونزيدو 100، غيولي 804 ياك. نجي هنا ندير اللي ما زدتش هاديك ستة ما غيتحسبش. شوف معايا هو هو. صافي هيدا ليا دابا بقا يدور هكا مرض البيسي. اش ندير هنا؟ غادي نجي لهنا وغنردها ستة، دابا عاد غتولي 804 لحيتاش وصل لهداك العدد تا هو 100. شتو؟ إذا الكود صحيح كي كتلاحظو معانا، بعدنا تا خطأ. الخطأ هو أنني هنا كنت دايره ستة وهي أصلا كانت خمسة. إذا هادشي اللي عندنا، كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، وفي الفيديو القادم بإذن الله غنحاول نجمعو جوج طابلوات مع بعضياتهم. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، ومتنساوش ديرو لايك وتشاركوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.